السلام عليكم جايز سيدو هذا شنو كحجمال ما تمشي نحى ذي كائن قصة دبها أو دعدي سو قف كل حتى دو شيء شيء لا حد يلا ده قصة راح بكم يجرو لكن المدينة الصومالية متكم بدها هي قصة سو جديدة وأنا قصة رونا عاد ودعدي مركز قصة راح يكون صعب سنتها دعدي دي شيء جو شيخ غير كدمي يا شيخ يدسي مركز واسبوع حنجعل استينا تيني كني لداوتين marka daawashay wanaagsan sidaana maanta waa qiso yaab badan cinwaankeeda waxa waaye gurigiiga inuu burburo waxaa sabab u noqday sheekh wax badbaadiya la arki jiray laakiin gurigaan inuu burburo waxaa sabab u noqday sheekh si gabarta ii sheegayso haddaba siduu sheekhan gurigaan gabadha miskiinta u burburiyey فقصص القصص لعلهم يتفكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لدرس جعل ولدك في جوتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة والبئية قصة عصر ولا ليال قصة ذينا ما أنت وارنتي قصة قصوينك إيقويا بكبادنا إسوا مرتي واي مارين معلمها كمده وحا وضح ظلني قف دمر إيه ولا شيء قيمة بدن وحي تري شيخو قريقيقة وبربوري أنيقو ربن إنو إيقا بربورو خلاف يراجري أنو ربا خلافك إنا نحليو خلافك حلين تان حلين آيه وحي نقطي إنو قريقيقة بربورو مركا واقو شيخو وحان قولة قريق الدونك مجوغو أن خلاف كدقينين إنتو إلهي أبوري وحا أوغو قيمة بدن أو الشرف بدن أو أخلاق بدن حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ ذن وينو شيكتي وحي قريقي سكا دعاي أحاديث عائشة ورينيسي أمهات المؤمنين كلانا واكا أرقني مركا خلاف واسك شيء بسيط وطبع البشر واي لابقف ميل وذي جوكتو إن كلمة ليس داف صدق وطبع البشر وحلي يقانا واي قبدا إني نينكي ذا كحناكتو نينكي إنو قبدا يسحاسكي سكحناك وشي طبيعي واي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحوك الإجري وأوغا هاي مكا رالي إيغا تهاي إيه مكا رالي يعني يا الله حبيب كان محمد الحاسي سكولها مركا سي وحي كتير سيديكو أوغاتي مركا سو وحي مكا رالي إيغا تيد مكا دارني سوحالة دا. لا ورب محمد لكن مكا إيغا حناك سنتيد وحالة لا ورب إبراهيم على هذا أرنتا مجد إبراهيم ربي جيسان كودارتي لكن مكا هيسان نهينا وحالة نبي محمد ربي جيسان كودارتي مركا واشي اسك طبيعي واي قبل مركا وحانا سي واحد انا حيت لي شيخ اني سيدي قريها صومالي عادي اهم وانيني اني حاسا هاي نينا اسقبني عرورا لها وحيت لي حوغو وحيالا دب سنة جست نيكي قاك دب سجل وقتي انو سن اسين مثلا انو هذا الجيع عن يقولوا سنة هدلين مثلا سمتايم اسنو برناك انو ساري وحيابو حاجر ساسو قرآن كدقي سنة مالي مال مها كميت مركا وحانا دقي سيتر محاضرة شيخ ليه جميل شيخ مجلس اي شيء يقرا فضح مرحبا شيخ مجلس انا وقاله شيخ مكو حيتري وحاو وحو يري تري وحو كشيكيناي رومانتيك وكشيكيناي نينك سودو كنو قلها رومانتيك كنو قلها وحيابا بضن وشيخ مكا وحو يري نينك وينو سان نقضو وينو سان نقضو وينو سان نقضو وينو سان نقضو وحان اتر وابو وحان ربيبي اه محاضر دواقب قبس ميرا دكتي تري مركا دكتي كدب وائمد و نينكو حان قولا ساينا نوغد ساينا نوغد ساينا نوغد وحي اللي قرآن تقان قفتي واتر سانا لغا عروا إنا نوغد وري دافو يروح أنا نيغا دوغتو مهاي مركا سيتري أداسا سنو قويس دي متخاني أم حادا شيخ هذا حرين تاس مركا سو يروح هاس شيخ مهنيا و شيخ هذا حيتوس مركا مركو سيسير واكا باقو حان دي ترى مي أحرين تانا لغا بان دين تانا ساني قبتا وايه كدب أدي وحان سواتر أجري مركا دم حان دي شيخ هذا جيسو شخص شيخ وود دقيست وود دقيستي مركو دقيستي كده وحوي له أصلا وحوي هذا شيخ خاص ودين عكلا كحد لا يور هذه وحبذا موسى سوه له وحبذا مسوه له مركو وحوي هذه مرك شيخ قال ودين عكلا كحد لا يسور هذه هذا شيخ خاص دقيست وحين نقط مرك الله وشيخ اللي سكوا جرا هذا شيخ خان دقيست هذا شيخ خان دقيست هذا شيخ خان دقيست هذا مرك ده معلم يقولوا مركو يقولوا مركو جوا حاوط ترى قال بشيخ خاص اللي أنا شده مركو يقولوا صار جرا واشيدا وأنا وحنا وحوي تر أديجا إي أسيجا إي كاس وحاس إديم كيرا بحي داف ويوحنا إي مركا وحيابه هو شيء ما حاوي يعني كده مركا أهم إي شيء كتي واس أهم صح هواي أهم مركا صح ذي وحلو بهين مركا وحاوي أهم الله بقي بواي
arina waa waajib oo labada dhinac ninka waajib waxa ku ah gabadhana waxa waajibku arina waa wanaag saasi loo kala bixiyaa fiican wax waajib ah iyo wax wanaag ah wax waajib ka ninka duu sameeyo way dambi ku dhaca gabadha dii sameeyo is dambi ku dhacaysa wax wanaag ah marka inuu ninka sameeyo waa wanaagsan tahay duu sameeyo qalbigiisa qabsana way sii jeclaanaysa gabadha ninka duu sameeyo sidoo kale qalbigiisa qabsana way sii jeclaanaysa laakiin sheekha waa labadii isku daray kana laga rabaa kana laga rabaa kana laga rabaa iyada marka wuxuu qaad waxyaala waajib inuu ninka laga baahan yahay inuu sameeyo waxyaabaha ma sheegay tabaan sheekha magaciisa ma sheegay almi marka dam sheekha magaciisa way ii sheegtay waana gartay labada way idii ma sheegay laakiin waxyaabaha waxaa fiican markii la sheegay in la kala saaro walaana waxaan waa wax la dhageysanayo qof dhageysan qof xanaagsana laga yaaba hadalkaaga inuu dhageysto waxyaabaha waajibkan inaa shi salaadu kala fiiri waxyaaluhu leh shuruudu salaawa haddaa mid ka mid ah ka tagta salaadaad waxba kama jiraan arkaani salaawa haddaa mid ka mid ka tagta waxba kama jiraan tan kale way fiicanta sunani salaa haddaa sameeyo salaadaadii quxini haddaa sameeyo salaadaada ma jabayso guurka saas waaye marka waxyaaba waxaa jirto asale hadduu ninka sameeyo waayo dhibi maanaayo haddii gabadha sameeyo wayso dhibi maanaayo waxyaalo waxaa jirta wanaagsan marka labadii waxaa fiican in saas loo kala saara ayaa fiican dadka ka hadlaya arrimahaas ka hadla gabadhi marka waxaan ku dhahay okay suu ku burburi marka sheekha gurigaas uu ku burburi ii sheekha intaana uu kuu sheegay sheekha guriga ku burburi suu ku burburi waxay tiri muxaadarooyin kalaa dhegaystay tiri oo eh matalan ninka saad iyo saan hadduu kuu sameeyi waayey oo ninka gabadhiisa jecel haa wuxuu yidhi muxaadaro kale ninka xaaskiisa jecel waxaa lagu gartaa inuu u sameeyo 1 2 3 4 inuu u sameeyo intii baa ka waayay tiri ninkayga marka waxaan ogaaday ninkayga inuusan jeclayn yaa kuugu yidhi inuusan ku jeclayn sheekhaas ay uu dhahay oo ninkaa wuxuu tiri 1 2 3 4 hadduu kuu sameeyo kuma jeclo marka waxaan ku dhahay jeceylka waa arrin qalbiga ku jirto waxaa ogaan karana waxaa waaye ilaahay unbaa og inuu qofkan qof kale jecel yahay waxaana ka dareemi kartaa dhaqankiisa dhaqankiisaan weydiiyey marka waxaan ku dhahay suu ahaa nin fiican u ahaa tii weligay dhib kuma qabi laakiin waqti unbaan ka waayey ii kanaan ka waayey waxyaalihii oo markida markaan fiiriyey waxaana ninkan intaana waajiba ku leedahay intaan muu kuu sameeyey intaan waa ii sameeyey mana nusqaamiyey adi intaan waajiba kuu leeyey intaas ma samaysa qaar ka mida maba samaysa iidi wixii waajibka laaga rabay ninka laakiin intii waajibka laaga ahaa wuu sameeyey marka waxaan ku dhahay adiga intaanu ixsaanaa lagaa rabaa ma samaysa badi way samaysaa laakiin qaarka waajib kula qaarka ma samaysa laakiin inta ixsaanka way samaysaa asiga waxaan ku dhahay intaana wanaag laaga baahanyay intii miyuu sameeyey marka waxay tiri qaarna wuu sameeyey qaarna ma sameeyey marka waxaan ku dhahay inta waajibaadka sameeyey ma inta kale adaa ku dardarsan karta xabad xabad ugu tartibtay ugu darsan kartay alminsan wada hadalku wadna marka waxaan ku dhahay okay kadib maxaa samaysay waxay tiri ninka waxaan ku dhahay ma jecli si ku waa tiri aan ku jeclaan sheekha wuxuu dhahay adana sheekhii qabsatay sheekh wuxuu yiri kan iyo kan iyo kan hadduu ninkaa kuu sameeyo waa kuma jeclo marka wuxuu yiri kaas sheekh ma ahan waa adil muhim wuxuu yiri sheekhii wax ka sheegay sheekh wuxuu ka sheegay anigana waa xanaage markaasaa waxay tiri sheekha macayn karta wax kama sheegi kartay markaasuu yiri ow sheekha maxaaba idinka dhexe cilaaqa maa idinka dhexeys maxaa sheekhiga difaacaysa buuqaa meesha ka dhashtay marka buuqaa meesha ka dhashtay adiga marka waa damiyey tiri laakiin waxaa ii caddaatay hadalka ninkaa inuusan i jeclaan marka see kugu caddaatay waxay tiri marka waxaan ku dhahay ifur haye muxuu kuu sameeyey wuu idiidi inuu furo ayib hadduu diidi inuu ku furo macnaheeda maxaa waay inuu kujin ku nacban yahay miya mise inuu ku jecel yahay waay qofka haddaadan jecleen ninka hadduu xaaska jeclaa siba ka imaanaysa inuu furo ama wuxuu raadsanaa dhib yar ama mushkilo yaruu raadsanaa oo aga takhallusuu raadsanaa xataa hadduu xishoonaayo inuu xaaska furo wuxuu raadsanaa mushkilo yar ee iyada samaysu yaro uu sii weynay uu aga tago laakiin iyada ka dalbatay dhibaatadaasi ku samaysa waxyaaba badan ay weydiisatay almuhim waa wuu diidi inuu furo waxaan go-aansaday tiri marka inaan aniga isu diido subxaana allah fiiri waxay raadsanaysaa waxaa waaye waxyaaba oo maxaa la dhahaay kamaaliyaad ah ixsaanay raadsanaysaa laakiin iyadana waxyaalihii waajibka ahaa ayay diidaysaa ninkii marka markoon diiday waxay tiri 3 bilood waa isu diiday ninkii almuhim waa wuu baxay tiri dibadu aaday meel uu aaday waalmin waa ninka waa soo guursaday markuu soo guursaday waaba sii waashtay markaas ay caddaateen waaba ay caddaan hadalku sheekha sheegaya subxuun waa inay furtid waay ninkii marka waa almuhim wuu diiday inuu furo waxay tiri sheekhi arrinta ka sheekeynaya wacay 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 wuu diiday inay qad cudan u duubay oo risaala un qoray wuu aqriyay wuuna dhegeystay iyo masuul jawaabinay tiri laakiin waxaa waaye codkiisa waa uga dhegeystay waa u sheegay mushkila haysato arrintaas ay haysato arrintaasaan kaa maqlay iyo adimaa dhahday alun sheekh waxay tiri codkeyga nuu dhegeystay waxayna uu aqriyay mana ii soo jawaabin arrintii marka waxay tiri shi buuqaa dhacay buuqii markuu dhacay marka ninkii sidii ayuu waa isku dhegnay kuleetkan isku dhegnay marka adi maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku dhahay tiri niyo iska kifur madaxaydiisii sidii ayuu igu furay tiri marka ninkii sidii markuu igu furay furitaanka markuu ifur waa naxayay tiri
أنا وحاو مرينا سيدي توكد هرو إنو يدي ديدا ومرينا مركو إفروا نحي لكن متو سنين أنا نحي خلاص وابك فرح سنة هاليه تروا قسل وأس قسل السي أنا رون إيهن وأس قسل السي وأس أدد كي لكن شيخ بحيت اللي بعتاد حد دخلون تدنقو شعو بل إبران كرام مقالنا وحان دريمو يا إيه ترقاب عن دريمو المهي أبوه ذا آدي إيقو حرناين إلما أبوه ذا جعل واي سبح وبآب آوي إيقو هايان حالا ذا هاي هولا بادنو إيقا منجيري مجرتو وليقي وحيت المسوء أديقين محيت الوليقي وحيت الكورونتي إيقاس مبحنين وحيت والله بالله تالله يحيت القولي انت انا دقنا مال ايجار لغو بحي مال قاس كورونتي لغو بحي مانو الأغيني تري مركا أديقو بأساسو أديق جري وليش كوركي يصوفو لي تري شيخ وحيت عرورتي إيه وحن وأسكو قبل لا أحي محا حالة مركو حان قد أرنت مركا هذا الليرة أنا دحماي كدو أدي ديار موته هنا قلقا حيستد وحيت رها شيخ أنا ديار وحدي نيك أهل هذا الشيء نينكي أو نينك هذا نبركي سيسيان قد أحي مركا نينك على هذا لي نينكي و واسكراني بالذات وي قرت لكن وا قرت اني غني ارين ذاك وضع حضرني مركا وا كل هارين دنيا وسي وحو جيران مركا وحو ني شيخ وا اذا كادت كواشير اني ويا اذا كل مدينه دتك وشي اذا قول اذا قول بربرون وي سين سين بربرون وي او حيا باس شي شي وي سين مركا وحان كو حيا باس قلد ميا ما يقلد ما طيب هذه الغوشه محو دي ليسا مركا ما اودي ناس مي عادي ما انا هذا سمين كر لا يكلف نفسي الا وسع لكن نفس هذا كود دار انا سمي اسماعيل بحبه سمي معلم بحبه سمي انا سمي سيتيا لو باهي مركا المهم الحمد لله نيك والله حد لو حان كود عبا او عقل عليه وان حان كود غبد هذا كو جعش هاي سان واي سان واي واو والله اني جاش وقف يعني اسين عاد وامانه فنتي وقبر في عنو دين لاخلاق له يري وبنان ان بحن اروس ان ادين وراقي ذا دمو شي طيب دساسه محا عروت اضيع عيسى اي ناس كيري واي المهم الحمد لله قبلي إنك وأسكون غادي وحاقو لما قال شيخة قرية بربري هذا ترى شيخة قرية كوس بعلي هذا هو أقوله مركع عدين هذا بحكي كذا بأي واحد أي سنة إسكافيري شيخ هبل واقع أنا يقوله هو شيخ في عن خير الله سيو إيفن ذو دين عياه دين قف وحنا ماله لين شيخ وحوك هذا لا وحى وحو أرك مركز الدعوة أتم هذا وحو لسه هذه ما تني قبل كوس ودعوون كوس ودعوون كوس ودعوون كوس ودعوون سو حاكون اسمه مرك كيس أو دباتي قبلها يستقول دم أنا هذو ما تني كوس ودعوون نين كوس ودعوون يعني كيس وحاهيلي اسمه مرك أو نمان كدبات هذا هايسته قفوا البوحي كوب بدن ومرك كهطلع مرك وحافي عن اللي سكود درافي عن أو مركي أو مركي لهطلع إن هذا في ميزان الله سمي في عن أو هل نعكرية أو هل سمين قصرا وقصفة إذا له إن شاء الله تعالى قاركم بدنا شيء أنت كلا إديك هيدين دي دونا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا فإذا ذكوا بعدنا قصرا كقادني نوحا واي نينك إحاس كيس إني إسبرتان وحا واي قف والب وقفك كلا ظروف تيس وقعدو سكة لها داو ديو نينك ولالك وحارة مادام أديق آتها مسؤول كقوري آتها وحالك أقب هني إنا بارتد واجباتك كاسارا حاسكا محاوات كبري ولا شيء غالي إيه وحا يقول له هذا هي مانتا أنكو جورس وحا يقول له هذا 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 يقول له هذا انت متكمد دقيقة ويسد يقبص انا حسوسي سي وناكسن اي حسوسي وحي انت كسوي هيرو واولا تنما اي وناك وحان كو سمينا قبل ولا شيء نكاغا وحو كولي يهي اوو برو 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 يقول حبيبي وحا ترى هاي انت حاس كاغا احي نمن كان أذان كاسو أذان كو أقبلي عروتي إذا أبوه هذا تحي أنت واقو سمينا حدا أنت متكمد إيه ويس ولا لو سترتيب إلى هذا أو دقن ولا هذا حقوق واجبات والله ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الله هي كو أبوري أيا يقانو الله هي كو أبوري أيا نفتي أنا يقانو أحمد أنت أنا لقاه رباي أيو يري هبلاي أنت أنا لقاه رباي أيو يري مركا إله سبحانه وتعالى وحوك أمر واجب كو سمي سمي وحي كلنا وحواي وإحسانك حاجة إذا المركز توسمي قبل وراشي نسيره كلا يا لاجب بحية فإذا دلابات ومح قصدا كقادني لو حواي وقص عطى دتك ولا له ودعاء ده وأنيق عن كم دهاي علماء ده أنا ووين كم هدلوي دتك دعاء عن كهطلة وأنيق عن كم دهاي مركي وحيابها قار كوضة لشيء جاي وحا في عن إنا واقعيين نقلنا في عن فنتي إنا واقعيين نقلنا وعن أمدينا وضعي غوضة عن كحضة المعفية عن إن أنا هل لنا إكزاجريشن عن خصة مينا بوم بوم منه كبدبادين مفي عنه تلك قاركو ذو حاركي ساي نمان كي سومالي دوالا دي بي قريها بناك الله سودي دو مركي واه الله بين كان 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 او وضع قارنو حكولي او دو مركي واه الله دي بي دو مركي سان واي مساكين واي أيغا كان سمي أيغا ميا كان وجرا كان وجرا مركا وحي مربنا إنا كدقنا إيشيو أو هل لنا بس ظلمسان إنا كدقنا مربنا
waxaan u baahanahay waxaan amaano waaye qofka xaqiiqada in loo sheego gabar haddii ku soo wacday xaqiiqada u sheeg oo waxaa ku tiraha walaali 123 laga rabaa 123 laga rabaa walaalo mid kale markii mawaadiicdan laga hadlayna ha laaga hadlo maxaa waajib ah maxaa sunna ah inta waajibka intaa waa intaa hadda ka wees ninkaasi tartiib ula hadal intaa hadda ka wees xaaskaasi tartiib ula hadal laakiin waxyaabo qaarkood oo kale oo exaggeration kale uu sameeyay runtii waa guriye inay burburiyaan laga yaabaa markii insha Allah taala arintaas aan ka fiirsano khayr Allahna wada siiyo dhammaanteena faa'iidada saddexaad aan ka qaadanayno waxaa waaye markasto fiiri nicmada haysatid waxa kaa maqan ha fiirinin maalma dhaweyd gabar arrinteeda soo wacday waxay kula ninkii waa fiican yahay kan waaye kan okay maxaa ku haayo u dacwoonaysaa wax kasta hal cillo waa ii sheegi weysay marka maxaa ku haaya markaasi waxay tiri gabdhaha habiirtiiba saanaysaana loo sameeyaa markaas aan kula subxaanallah adiga 1 2 3 4 ma lagu sameeyaa ha maxaa kaloo rabtay maya taas banaanka loo bixiyaa kan saasa marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay fiiriso hibla waxaas loo sameeyay ana ii samey taas gurigaagu burburina irda bima qasama allahu laka takun aghna annaas suuda nabiga sallallahu alayhi wasallam baha waxaa haysatid fiiri waxa kaa maqana fiirinin walaalkii ama walaashii allah idin xifdiya haduu ninka intaan kuu sameeyay hibla waxaa loo sameeyay hibla baabuur loo soo gaday hibla sayir loo dhigay hibla waxaa la geeyey meel la geeyey ha fiirinin adiga waxaaga ma haysataa ma lagu siiyaha waxyaaba adiga a haysatid iida ii haysana soo ma jirto waxyaaba adiga haysatid uu asiga haysana soo ma jiro haa wii jirtaa idan waxaa haysatid fiiri waxa qofka kale haysaa fiirinin khayr allah ha ku siiya faa'iidooyinka kalena idinkan idin diina soo qora insha allah tacala jazakum allahu khayr baraka allah fiikum ilahay darsisa idin jeclahay waa inuu jimcaha soo socod iyo qiso kaloo cusub aad u qiimo badan ilaa jimcaha soo socota laga gaara maxaa laga rabaa dhegeyso ka faa'iideyso ku camal fal walaalaha kalna sii gudbi khayr allah kusii ilahay darsisa idin jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qisadan hadda aa ka hesheenna fadlan comitiga noogu wadaaga waxaa ka fahanteen iyo waxa idan ka fahminba qaarkiina waxaan arkay comitiga qaar isku qoraya sheekadiina kama fahno inta ma qasab baa idinku fahansiina laakiin qisadan waa qiso run ah oo dhacday anigana waan jeclaystay waa daawaday so I hope you guys like it thank you for watching one love